اللي عندهم قوة ولا شي حاجة. هذوك الناس لأن الآخرين تيدعموهم وتيقول لهم لا ما تمشيوش، وهذوك الناس تيدعموهم بزاف، لأن واحد اللي تيجيب لك كاميو، واش هذاك السيبورتور تيجي في كاميو، تيجي في هوندا، تيجي بحال الحوالة، ماشي حوالة. جمهور الوداد راه ماشي بحال هذاك الشيء. كاين الناس اللي لا علاقة لهم في الوداد وجايين تما دايرين وقفة احتجاجية، علاش؟ لأن ما عارف كاع الوداد. كاين اللي ماشي ودادي تيقول لك أنا ساني، بحال ديك القائمة اللي قال لك سانين هذيك العريضة ولا هذا. واش يقول الناس واش وداديين ولا لا؟ الناس راه ماشي وداديين. تيجي تيتلقى مع واحد تيقول لها كسيب. ما يمكنش. بوجهة نظرك أنت كرئيس، شنو هي الأخطاء اللي وقع اللي وقع فيها المكتب النصية؟ الحمد لله حنا ما وقعناش أخطاء، أنا ما تنقولش أخطاء. بعض الأخطاء تكون واحدة ولا جوج يمكن كاينة، ولكن الأخطاء راه ما كايناش، ماشي متعمدة. أخطاء راه واردة، ما يمكنش غتسير بدون هذاك. راك تتسوق الطوموبيل واحد النهار تدير خطأ، تدوز في ذاك الخط ولا تتسهى تدوز في روج ولا هذا. الخطأ راه ما وارد، راه ماشي ما يمكنش متعمدة. هل هي الأهداف دابا المسطرة؟ دابا حتى الجمهور غالبا كيطالب ديما، الجمهور كيطالب بالبطوله. السنوات الثانيه شنو غنلعبوا على البطوله وغنلعبوا على الكاس. بالنسبه للعب اسمح لي مازال واحد الاشكاليه في هذا الموضوع. اسمك يعني تردد واحد العدد كبير من مناطق المغرب، بان تشهر بك. واش تلتجا للقضاء لهذه العمليه اما تخلي الامور كما هي؟ لانه لا يعقل ان يعني اول مره شفنا في تاريخ الوداد الامور اللي وقعت رئيس الوداد تعامل بهذا الشكل. انا ما تنتجش القضاء، كون بغيت نتجه القضاء مشيت للمخفر ديال الامن وخرج الدراري اللي كانوا تيكتبوا، قلت لهم انا مسامح لهم، انا ما عندي ما بغيتهمش يبقاو مشدودين. وانا من الاوائل اللي مشى في مصر خرج الجمهور، وفي تونس مشى جاب الجمهور، وهنا في المغرب تبقى القضاء. انا ما عندي مشكل باش ندخل الناس نمشي للقضاء وندخلهم الحبس. انا ما عنديش، انا ماشي ما غندعي حتى شي واحد، ما نوصلش معاهم لهذا المشكل. انا رئيس الوداد غنبقى رئيس الوداد المده ديالي، وان شاء الله تسالي المده ديالي وربي يكرمك. سؤال اخير، حصيلتك في الوداد البيضاوي منذ توليك رئاسه الفريق؟ حصيلتي منذ تولي رئاسه الفريق هي شامبيونات وجوج فينال ديال كوب اراب وفينال ديال الشامبيونز. لا الرأي ديالك فيهم الحصيلة؟ لا الحصيلة باينة، لا هي تتجاوب عليها. فين في 6 سنين شحال دارت الوداد من الألقاب؟ راه 13 عام ما دارت حتى شي حاجة. حتى جينا هنايا أنا راه فاش اللقب اللي كان قبل مني 2006 أنا اللي كنت مع، أنا كنت نائب الرئيس.